يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم ملك الحمد من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض من بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير. وأقول لك الذي له شأن في المسابقات الدولية ما شأنه في المسابقات الكونية أساتذتي علم بنفسك في المسابقات الكونية ما شأنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله يعني كان ربنا من عليا وانا في الصف الثالث الاعدادي دخلت مسابقة الخرافة الدولية وربنا اكرمني ان انا طلعت وقتها الاول على مصر على جمهورية مصر العربية في حفظ القرآن. وكان وقتها يعني 2008 كان 20,000 جنيه رقم ساعتها يعني كان ربنا كرمني بالمبلغ ده وقتها يعني.
20,000 دينار الله يبارك لك فيهم، ما كنت تستطيع تشتري ثوب الدفه او ثوب القصير الابيض الجميل بدلا من زرافته، اليس كذلك يا اخوان؟ نور على نور. كتاب الله يحتاج الى ثوب ابيض جميل، قلب ابيض مع ثوب ابيض مع وجه حسن. مع السبيكة الذهبية كمان، مع السبيكة الذهبية، لكن عند الله خير وأبقى. مرة قادمة إن شاء الله نراك أنت والعروس بثياب بيض جميلة بدل من الجرافيت التي تخنقهما، وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وبعد، بعد تذكير النفس وإخوان بالله عز وجل وبالاستقامة على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين وتذكير المسلمين بذلك، فإن ربنا سبحانه وتعالى لما أهبط الوالدين الكريمين آدم وحواء من الجنة قال لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلن نضل أبدا ما دمنا مع كتاب الله، ولن نضل أبدا ولن نشقى أبدا كذلك ما دمنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر تذكرة مختصرة، فمعي المشايخ الكرام وفقهم الله لكل خير، فضيلة الشيخ عادل أبو زيد أبو هند وله شأن مباع طويل في الأحلام، وفضيلة الشيخ محمد العلاوي حفظه الله تعالى له كتب قيمة متعددة، وأخونا فضيلة الشيخ حسان وأبو ويس وأحمد التعالي وأولئك الكرام يباركون لأخيهم العروس وللعروس. شكر الله وسلام جميعا. أذكر نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وأذكر العروسين بأن تقام الأسرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكرهما بأن يسألا ربهما على الدوام أن يصلح بينهما، فلن ينصلح الزوج لزوجته ولن تنصلح الزوجة لزوجها إلا إذا أصلحهما الله. وقد قال ربنا في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة. فعلى الزوجين أن يسأل الله عز وجل التوفيق وأن يديم بينهما المعروف ويدعوان بدعوات الصالحين من عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأخص الزوجة بنصيحة وهي الرفق: فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي الأمين. وقال أيضا: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فالرفق الرفق يا شيخ أسامة، يا دكتور أسامة، يا طبيب أسامة، بارك الله فيكم. والله قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. هذه وصيه الله لرسوله محمد عليه الصلاه والسلام، ووصيه نبينا محمد لنا: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. واوصي الزوجه بتقوى الله سبحانه في نفسها وفي زوجها، وفي الحديث: خير النساء التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وقد قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات. ما معنى قانتات في هذا المقام؟ مطيعات، أي مطيعات للأزواج. وهذه الطاعة في المعروف كما بين النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. بارك الله للزوجين وبارك عليهما وأقر أنهما بالذرية الصالحة. اللهم آمين، اللهم آمين. ولنا ولكم أيها الإخوة والأخوات بمثل، اللهم آمين. ومعي أخي فضيلة الشيخ عادل أبو زيد المكنى بأبي هند
وفضيل الشيخ محمد العلاوي حفظهم الله وسائر إخواني فليتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.